أشم رائحة الصوت. يعني عندما تدبكون أو تصفقون أشم لذلك روائح الزعفران. أنتم تعرفون ما الزعفران؟ تعرفون ما الزعفران هنا وهناك في دار المقامة حيث يقيم محمد وآل بيته. هناك في دار المقامة لتلك الدار بحيرة يقولون لها الكوثر، يقولون لها الحوض، وهذه البحيرة محفوفة بالزعفران من كل الجهات، من جهة وتسقى أو تروى أو تملأ هذه البحيرة الكوثرية بالمثعبين، والمثعبان هدية لأهل هذا الآن المثعبان كلمة غير معلومة، ولكنها لغة علي بن أبي طالب أمير الكلام وأبين الإسلام. علي عليه السلام وعليكم منه السلام يقول: تروى أو تترع البحيرة التي اسمها الكوثر، تترع من المثعبين اللذين هما تسليم والمعين القادمين من ديار المقربين وديار الأبرار. اليوم صدقت العرفاء الذين يقولون، ودائما أصدقهم بس اليوم تصديق عملي أكثر، صدقتهم إذ يقولون: غمرت مياه البحر قلبي لحظة فعشت حياة ألف ألف ربيع. لقد صدقتهم عمليا، وصدقوني إن شاء الله بالفعل في قلوبكم. يعني أرجو لقلوبكم أن تتلقى لحظة فرحة، لحظة من الصفيق، لحظة من التأمل تساوي ألف ألف ربيع. بعد طربكم، بعد فرحكم، هل يجوز كلام؟ لسبب خطر لي وأنا أبكي مع الفرح، أبكي مع الربابة العظيمة هي وصاحبها، خطر لي عبر الدموع أن أقول لكم، خطر لي أن أقول لكم لا مبرر للكلام بعد فرحكم إلا سبب واحد. يعني لا يجوز لصامت أن يتكلم. هو في السلمية لا ينبغي أن يكون بيني وبينهم وسائط. في السلمية نور على زيتونة السلمية، هذا عنوان قصيدة بسبعين بيت أعدت لي أنا، لكن ختمت باحتفالكم. أقول في مع نور على زيتونة السلمية لا ينبغي أن يكون بيني وبينكم وسائط، يكفي ربما أن أغمض عيني وتغمضون ونفكر معا بما تنادي قلوبنا ولمن تنادي
حتى نسمع ونفهم كل ما ينبغي أن يقال. ومع ذلك أبرر أو أعلل هذه الجرأة التي حملتني على الكلام بعد هذا المقام أو في هذا المقام. التعليل هو قلب كلام. قلب كلام هو الذي برر الكلام. ما قلب كلام؟ خطر لكم أن تدخلوا إلى قلب كلام؟ فوتوا لقلب كلام لنشوف شو بتلاقوا. مالك كلام كاف لام ألف ميم قلبها. ميم ألف لام كاف، يعني المبرر للكلام قلب الكلام، يعني باحتكاكنا بالكلام يتجلى لنا قلبه، يعني نشعر أننا بالحضرة، والحضرة دائما حاضرة لقوم مثلكم يسمعون ويبصرون. كلامي إذن ينبغي أن يكف عن الكلام ويدخل إلى قلوبكم أو إلى قلب كلام بدكم إياه. بفتكر لا فرق كثير. لماذا؟ لأن الحديث الشهير يقول: ما وسعني سماوات ولا أرض ولكن وسعني قلب عبدي المؤمن. فإذا قلوبكم كرسيه، قلوبكم مقام لمن لا تتسع له سماوات ولا أرض، كما أن مالك مقيم في قلب كلام، وكما أن عرش مقيم في قلب الشرح. صحيح هيك؟ عم بغلط باللغة شيء؟ عم بغلط بالفلسفة؟ عم بحكي باطن ولا ظاهر؟ شو بتفرق معكم؟